أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأجندة الشهرية لإنتاج ورعاية وتغذية الماشية لشهر يناير شهر طوبة من كل عام، استمرار موسم الولادات وبدء موسم التلقيح للماشية الشائعة، ويتميز هذا الشهر بالبرودة الشديدة، شهر يناير طوبة من كل عام. يرعى ما يلي: مراقبة حدوث الشياع في المواشي، حيث فترة الشياع قصيرة لا تتجاوز 18 ساعة كل 21 يوم، على أن يتم التلقيح بعد 14 ساعة من بداية الشياع، ويعاد التلقيح مرة أخرى بعد 12 ساعة. يبقى لازم نتابع الشياع، لأن الشياع بيحصل كل 21 يوم لمدة 18 ساعة. بنفوت أول 14 ساعة ونلقح، وبعدين نفوت 12 ساعة ونلقح. يعني لو لقحنا الصبح نرجع تاني نلقح بالليل، ولو لقحنا بالليل نرجع تاني نلقح الصبح. عند عدم تلقيح الماشية إلا بعد مرور 60 يوم أو دورتين شبق من الولادة السابقة حتى تستعيد حيويتها ويعود جهازها التناسلي إلى حالته الطبيعية. تلقيح الماشية من طلوقة وطلائق محسنة ذات إنتاج عالي من اللبن واللحم، علاوة على علاج أمراض العقم إذا وجدت. للمحافظة على الماشية من البرد الشديد، توضع أغطية من الخيش على منطقة الصدر والبطن، مع المحافظة عليها من التيارات الهوائية وملاحظة عدم خروج الماشية من جو دافئ إلى جو بارد مباشرة. الاهتمام بالتغذية، خاصة تغذية الحيوانات الحلابة على البرسيم، مع مراعاة عدم الإسراف في التغذية، تغذية الحيوانات على البرسيم أو الاعتماد على البرسيم وحده في سد احتياجات الحيوانات من الطاقة، حتى لا يضيع الكثير من البروتين، وذلك بالاستعانة بالمواد الجافة المالئة كالتبن والقش، مع مراعاة الأعلاف المركزة اللازمة لسد الاحتياجات الغذائية الإنتاجية. يعني في شهر يناير طوبة من كل عام بنكون دخلنا في الحشية التانية من البرسيم المصري. ما اعتمدش على التغذية على البرسيم لوحده، لأنه مش منطقي بالظبط كده زي كتغذية الإنسان، إننا الإنسان ياخد البروتين والطاقة من اللحمة. اللحمة هنا بيمثلها البرسيم، لا، الإنسان ياخد اللحمة كمصدر البروتين، أما الرز والعيش والمكرونة كنشويات كمصدر للطاقة، وده الحال مع تغذية الماشية. يجب العناية بتغذية إضافية للماشية خلال الشهرين الأوليين بعد الولادة، وهي الفترة الحرجة في موسم الحليب، وذلك لتشجيع الماشية لإضرار اللبن لأطول فترة ممكن. أول شهرين في الحليب اللي هم بيبقوا بعد الولادة بهتم كويس جدا بالتغذية الإضافية، عشان الأم من الماشية تستمر في الإنتاج بشكل جيد طول موسم الحليب. الظروف خلال الشهر، شهر يناير طوبة، مناسب للتناسل، حرارة ورطوبة، وأيضا يتوفر العلف الأخضر الغني بالفيتامينات، خاصة فيتامين ألف والأملاح المعدنية اللازمة لنشاط المبيض للإناث وحيوية الحيوانات المنوية للذكور، مع استمرار إضاءة الاستبلات صناعيا، حيث أن الإضاءة تنشط هرمونات التناسل. عرض الحيوانات التي ولدت في شهر نوفمبر على الطلائق
مع خطام العجولة المولودة في شهر أكتوبر، مع توفير العلف البادئ والدريس الجيد والماء النظيف لها. دي كانت في عجالة بعض النصائح لأجندة شهر يناير طوبة من كل عام في رعاية الماشية في جمهورية مصر العربية. نلقاكم على خير في أجندة جديدة، شهر جديد، في إنتاج ورعاية الماشية في مصر. في أمان الله ورعايته.